بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، كما راكم تشوفوا لهنايا في الفيديو راحين نتعلموا إن شاء الله ولا نديروا الدرس تاع لي سيلاب. حنا واش قلنا لي سيلاب؟ لي سيلاب هي عبارة عن كونسون ونزيدوا لها لي فوايل. إذا مش قلنا سيلاب معناتها كونسون زائد فوايل. قولي لي وعلاش نقريوهم لي سيلاب؟ لي سيلاب ابنك ولا بنتك راحين يتعلموا القراءة والكتابة. إذا نمروا نعاودوا نراجعوا مع بعض لي فوايل. واش قلنا حنايا في الألفابي؟ الألفابي عندنا 26 حرف. 26 حرف هادو مقسمة إلى قسمين، جزء راهو تاع لي كونسون وجزء تاع لي فوايل. لي كونسون هي عبارة عن حروف صامتة، والجزء تاع لي فوايل هي عبارة عن حروف ديك الحروف، عفوا الفوايل هي عبارة عن حركات. واش قلنا عليهم لي فوايل شكون هما؟ عاودوا ذكروني. ممتاز. اذا لي فوايل هما ا او او يو اي يغريك اي. الان نطلقوا مباشرة مع كونسون ونزيدوا لها فوايل. بي A B B E B B O B B U B B I B B Y B B E B. وعطينا هنا في سبيل كسبيل المثال هذه الكلمة banane banane ba na ن ن. مسح الاو كي يكون في اخر الكلمه، النطق السليم تاعها يكون سكون. اذا نقراوها بانا ن بانان. الان نمروا الحرف الموالي، هو حرف الاف، لا لتر اف. اف ا ف اف او ف اف او ف اف يو ف اف اي في اف اي غريك في اف اي في. هنايا مديت مثال فارين فارين اللي هي فارينا فارين. الان نمروا للحرف الموالي دي ا دا دي او دو دي او دو دي يو دو دي اي دي دي يغريك دي د اي د. وهنا مديت كسبيل المثال، هنا تبدا في اول الكلمه وكيفاش نطقوها كذلك في اخر الكلمه. هنايا واش نقراوها؟ دات دات. ونجول لهنايا دبليو نقراوها و حرف الواو و لي د والد اسم مذكر، والد تاع اسم طفل. الان نمرو للحرف الموالي جي جي ا جا جي او جو جي اي جي جي او جو جي او جو جي يغريك عفوا جي جي اي جي. وهنايا راني مديت مثال جيراف، صح ننطقوها بجي يبصا نكتبوها بجي. هنا حبيت ننبهكم كما قلت لكم هنا حطيت هذا المثال باش ولادكم ما يغلطوش. جيراف اللي هي زرافه صح ننطقوها بجي، بصح نكتبوها بجي. الان نمروا الى لا لتر كا كا ا كا كا او ك كا اي كي كا او ك كا او كو كا اي كي كا اي كي. مديت هنايا مثال كا غا تي كا غا تي رياضة الكاراتي. هنا لا لتر ال
L A la, L E le, L I li, L U lu, L O lo, L Y li, L E les. Là, je vais donner deux exemples. La mine, la mine. On m'a dit la mine, la mine. Lire, on m'a dit lire, lire. Là, la lettre M. M A ma, M E me, M I mi, M U mu, M O mo. M Y mi, M E me. Ouhnaya, j'ai donné des exemples aussi. Ma ma, ma mi, mo to, tomate, malade. Naudo ma abad, mama, mami, moto. Tomate, malade. La lettre N, N A na, N E ne, N I ni, N O no, N U nu, N Y, N E ne. Maintenant, on a des exemples. Domino, domino, lune, lune, Nadine. Nadine, Nadia. La lettre P. P A pa, P E pe, P U, P O, P O po, P I pi, P Y pi, P E p. Naudo, pa, pe, pu, po, pi, p. Des exemples. Pa, pa. Papa, papi, pirate, portable. Papa, papi, pirate, portable. La lettre S. Sa, ce, si, so, su, si, c'est. Comme Samira. Salut, Salim, Salma. Sarah, Nafisa. إذن كما راكم تشوفوا هنايا هذه الكلمات كامل راكم تشوفوا فيهم بالأكحل هذوما كامل نقلوهم في فيش كارتوني ولا ديروهم في نهاية جمعوهم في جمعوهم كامل ويوميا عطوا لهم يقراوهم 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 حتى يحفظوهم حتى هذوما الملخصات لخصوهم كما راني كاتبتهم ويوميا خيروا لهم مجموعه ويقراوهم 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 بعد مع التمرن والقراءه والاعاده تروحوا لمرحله واحده اخرى اللي تولي هي الكتابه ومن بعدها الاملاء وبالتالي تكوني قصتي ثلاث حاجات القراءه الكتابه والاملاء. الان انا وصلنا لنهايه الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم وما كانش ثقيل عليكم ان شاء الله تطبقوا هاد النصائح يكونوا جوهم سهلين هاد النصائح تاع الجزء الاول تاع لي سيلاب. المره القادمه ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخر نتكلموا فيه على لي سيلاب الجزء الثاني. ما بقالي الان غير نقول لكم قال خير الى الجزء الثاني ولا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.